السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو سوف نتحدث عن ماذا حدث لهذه القناة، ولماذا وضعت هذا الفيديو، ولماذا عملت هذه القناة الجديدة. المهم الحمد لله على 47 مشترك، وشكرا لكم من القلب بفضل الله وبفضلكم، وأتمنى أن نصل الكثير والكثير في هذه القناة، لأن هذه القناة هي قناة جديدة. أول شيء نبدأ عن ماذا حدث في هذه القناة. يوما من الأيام قبل يومين أظن يوم الجمعة أو الخميس لم أتذكر، المهم قد دخلت إلى الجيميل وأردت التحقق من كلمة، فقد دخلت قال لي يجب أن تثبت هويتك. كتبت كلمة السر التي كانت عندي وقال لي أن كلمة السر الخاصة بك تغيرت منذ 43 ساعة وأنا كلمة السر لم أغيرها منذ اليوم الذي عملت فيه الحساب، لكن كنت بإرسال طلب لجوجل ولم يجيب، وأردت تغيير كلمة السر. قال لي يجب أن تثبت هويتك وبقيت لي قد تغير. المهم هكذا هنا تأكدت أن القناة راحت بشكل نهائي ونزلت هذا الفيديو. ماذا يوجد في هذا الفيديو؟ هذا الفيديو كان فيه ماذا سوف أفعل؟ أني قمت بعمل قناة جديدة وهذه هي القناة. بالنسبة للناس التي تحب محتوايا وتريد أن تشاهد الفيديوهات الخاصة بي، أتمنى أن تأتون إلى هذه القناة وتشتركون فيها وتأتون إلى المناقشة وتكتبون أي شيء هكذا، أي شيء كما تحبون، لكي أعرف أنكم لقد أتيتم من القناة الأولى. لذلك أتمنى منكم الدعم وأتمنى أن تتفهموا الوضع، وشكرا لكم ودعا. أتمنى لكم الصحة والعافية.